هلا والله، لعبة Kingdom Hearts 3 ما بقى عليها شيء، عشان كذا قررت اني اسولكم ملخص يجمع لكم كل المعلومات والاحداث اللي صارت في عالم Kingdom Hearts. خلي بالكم العالم هذا جدا ضخم واخذ مننا وقت كبير ان نجمع لكم معلومات هذه ونرتب لكم اياها بالاحداث هذه، فاذا نسيت حاجة سامحوني عليها، ان شاء الله ما اكون ناسي. قبل ما نبدأ لا تنسون تعطونا زر اللايك واشتركوا بالقناة وادعمونا، لأن فعلا الفيديو هذا أخذ منا وقت طويل وفي معلومات كثيرة وراح يتعجبكم. والحين خلونا نبدأ. الكثير يفكر أن Kingdom Hearts بدأت من Kingdom Hearts 1، وهذا خطأ. قصة Kingdom Hearts تبدأ من جزء خاص في الجوالات اسمه Kingdom Hearts Key Back Cover. أحداث هذا الجزء كانت قبل زمن بعيد جدا، لما كان العالم واحد مليء بالنور وجود قلب في السماء يقال ان السبب في الحفاظ على النور، وهذا القلب كان محمي بسلاح اسمه الكي بليد. في مدينة اسمها دي برايك تاون كان في 7 مقاتلين كي بليد يحمون المدينة هذه والنور والعالم، وفي عراف اسمه ماستر اوف ماسترز كان يملك قدرة اسمه جيزنج اي، وهذه تمكن انه يشوف احداث مستقبلية وكان حاطها في الكي بليد الخاص فيه، وتنبأ بحدوث كارثة بان الظلام بيستولي على العالم وبيعيش العالم في ظلام أبدي. عشان كذا الماسترز قرر أنه يكتب النبوءة هذه في كتب ويوزعها على طلابه الخمسة اللي اسمهم الفورتلرز. الفورتلرز هم أيضا مسؤولين عن الحكم في مدينة دي بريك تاون وحمايتها، وكان كل فورتلر عنده طلاب صغار يتعلمون تحتهم. بعد ما ماستر اوف ماسترز كلف الفورتلرز ووزع عليهم الكتب، الماسترز اختفى من الوجود، وبدون الماستر صار الفورتلرز ضايعين ومرتبكين ويحاولون جاهدين ان النبوءة اللي تكلم عنها الماسترز ما تتحقق. لكن للأسف صارت بينهم خلافات مما ادى الى انهم يتقاتلون فيما بينهم، وكل واحد فيهم كان معاه الطلاب حقينه كجنود، وهذا الشيء تسبب في ان النبوءة تصبح حقيقة وصارت كارثة الكي بليد او الكي بليد وور، وتفكك العالم الى اجزاء من عوالم صغيرة، وفاة الفورتلرز في الحرب، والقلب اللي كان يحمي النور في السماء صار في ظلام، والكيبليد اللي كان يحمل القلب هذا تفكك الى 20 جزء، 7 اجزاء نور و13 جزء ظلام. وهنا تنتهي قصة Kingdom Hearts Key Back Cover، والان ننتقل الى قصة لعبة Kingdom Hearts Birth by Sleep. احداث هذا الجزء مقسمة الى 3 اقسام و3 شخصيات رئيسية اللي هم تيرا وفينتوس واكوا. نبدأ اول شيء مع تيرا. في اختبار الكيبليد في عالم Land of Departure، عالم تيرا وفينتوس واكوا بإشراف ماستر زيانورت وماستر إيركس، تيرا أظهر الظلام اللي داخله، وفي لحظة تدريب مع زميلته أكوا، وهذا الشيء أثار انتباه ماستر زيانورت، واللي فعلا كان ماستر زيانورت يخطط له ويدور عليه، لكن هذا السبب اللي خلى تيرا يفشل في اختبار الكي بليد ماستري. بعدها تيرا ترك مكان الاختبار بغضب وقال أنا لازم ألاقي طريقة أن يتحكم في الظلام اللي في داخلي، فصار يسافر من عالم إلى آخر، وكان بالفترة الثانية يطلع له الماستر زيانورت ويذكره أن الظلام هو جزء من القلب، فهذا الشيء لازم يتحكم فيه ويستخدم قوة الظلام بالكامل. في رحلة تيرا وصل تيرا لعالم راديانت جاردن، وشاف ماستر زيانورت مربط بسلاسل ورجل غريب معاه مسدسات واللي مختطف الماستر، وسبب غضب إلى تيرا وخلى يظهر الظلام اللي داخله أكثر بعد معركته مع الشخص المسلح اللي يدعى بريك، ونجح في إنقاذ زيانورت. وبعدين ماستر زيانورت قال لتيرا أن الظلام هو جزء منه والمفروض ما يتخلى عنه أبدا. تيرا بعدين كمل رحلته وهو في المركبة لاحظ عالم مليء بالنور، فقرر ينزل يشوف إيش العالم هذا. العالم هذا يدعى ديستني آيلند، وشاف طفلين يلعبون هناك، واحد من الأطفال اسمه ريكو، وجر ريكو سأل تيرا إذا هو من عالم آخر، فدار بينهم حوار إلى أن ريكو قال لتيرا أنه يبغى يشوف العوالم الخارجية ويكتشفها، فقرر تيرا أنه يعطي جزء من قوة الكي بليد قبل ما يترك عالم ديستني آيلند. وبعد ما خرج تيرا قابلها زيانهارت وقال لازم نتقابل لأن في شيء مهم لازم أقول لك عنه. وبعد ما قابل تيرا زيانهارت قال له أن صاحبك فين اكتشف سر ماضي، وهذا شيء بنتكلم عنه أكثر في قصة فينتوس. وقال زيانهارت لتيرا أنه لازم يستعجل ويروح لللاند اوف ديبارتر قبل ما فينتوس يسوي أي شيء جنوني. بعد ما وصل تيرا لللاند اوف ديبارتر شاف ماسترز إيركس يحاول أن يقتل فينتوس، لكن تيرا وقف في طريق الماستر وصار يتقاتلون إلى أن تيرا قتل الماستر إيركوس. وبعد القتال ظهر زيانورت قدام تيرا وقال أن إيركوس فشل لأنه كان مستسلم للنور، وأن تيرا لازم يطلع كل الظلام اللي في داخله، عشان كذا أنا منتظرك في مقبرة الكيبليد.
واللي قبل زمن صار فيها حرب بين كل مقاتلين الكيبليدز في العالم. بعدها أطلق الظلام إلى عالم لاند أوف ديبارتر، وانتقل زينارت لمقبرة الكيبليد ينتظر تيرا هناك. ولما وصل تيرا لمقبرة الكيبليد قابل أصحابه قبل ما يخوضون معركة مع زينهرت وأعوانه، وتيرا صار يتقاتل مع زينارت بشكل مباشر وفشل، وهذا الشيء سبب أن زينارت يستولي على جسم تيرا. فقرر تيرا أنه يحبس روحه وأفكاره في الدرع حقه، وصار الدرع حقه يتقاتل مع زينارت. مع أنه فشل يفوز على زينارت، لكن كان سبب كفاية أنه يسبب ضرر كافي للذكريات الموجودة في زينارت. وبعدها صار انفجار كبير جدا أدى إلى تغيير أحداث كثيرة في هذه المعركة. وهنا تنتهي قصة تيرا، والحين خلونا ننتقل ونبدأ في قصة فينتوس أو فين. فينتوس ما يذكر شيء عن ماضي غير أن زينارت لقاه في مقبرة الكيبليد فاقد الوعي، فقرر أنه يأخذ معاه ويهتم فيه، وعرف على تلاميذه تيرا وأكوا. فينتوس كان يشاهد تدريب تيرا وأكوا وشاف اللي صار بينهم، وعشان كذا فينتوس قرر أنه يروح يبحث عن تيرا. لكن قبل ما أنه يبحث عنه راح لغرفته ولقى شخص غريب مغطى وجهه بقناع ويقوله أن تيرا ما راح يكون مثل أول وأنه راح يتخلى عنك. فينتوس ما اهتم له وراح يدور على صاحبه. في خلال البحث فينتوس على تيرا تواجه فينتوس وأكوا في عالم الأقزام السبعة، وقالت له أنه لازم يرجع لأنه ما هو جاهز لكل الأشياء اللي ممكن تصير قدام، ولازم يجي معاها للبيت. فينتوس كالعادة طنشها وكمل رحلة بحثه عن تيرا. لما طلع فينتوس من عالم الأقزام شاف فينتوس الشخص الغريب اللي كان يلبس قناع، فقرر أنه يلحقه ووقفوه في مقبرة الكيبليد. وفجأة فينتوس طلع الكيبليد وبدأ يهجم على فينتوس. فينتوس فشل، وفي آخر لحظة طلع ميكي وأنقذه، وصاروا يتقاتلون مع فينتوس لفترة قصيرة قبل ما يهرب. ميكي عرف بنفسه على فينتوس وأعطاه نجمة شكلها غريب قال يحتفظ فيها. بعدها فينتوس كمل رحلته في العوالم يبحث عن تيرا، وفجأة اختفى ولقى نفسه قدام برج وقدامه دونالد وغوفي. كان كله بسبب النجمة، وأول ما شافوه عرفوا أن هذه نجمة ميكي صديقهم المفقود. فأخذ فينتوس للماستر ينسد، وعن طريق النجمة قدروا يحددون موقع ميكي واكتشفوا أنه في مقبرة الكيبليد. ومثل العادة فينتوس راح عشان يساعد ميكي، ولما وصل هناك شاف ميكي طايح وفاقد الوعي، وشاف زينارت قدامه. وأول ما شاف نظرة زينارت له بدأ يسترجع جزء من ذاكرته، وبدأ زينارت يقول له أنه أنت مجرد نور ولازم تتصارع مع جزءك الثاني المظلم عشان أقدر أصنع الكي بليد الحقيقي. بعدها فينتوس توجه للاند اوف ديبارتر عشان يسأل ماستر إيركوس. أول ما شاف ماستر إيركوس فينتوس صار يلومه على كل اللي صار له لأنه كان يخبي الحقيقة عنه، لكن إيركوس كان يعتبر التلاميذ الثلاثة مثل أبنائه. لكن للأسف الخيار الوحيد عشان ينقذ فينتوس من أن يتقاتل مع فينتوس صنع الكي بليد قرر يقتل فينتوس. ولكن كما تعرفون وقلنا لكم قبل كيف الوضع صار، بحيث أن تيرا جاء وأنقذ فينتوس وقتل مدرب إيركوس بعد ما رمى فينتوس خارج لاند أوف ديبارتر عشان ينقذ. بعدها فينتوس وقف في عالم ديستيني آيلند وشاف فينتوس هناك وقال له إذا حاب تنقذ أصحابك لازم تقابلني في مقبرة الكي بليد. وبعد ما وصل فينتوس لمقبرة الكي بليد قابل هناك أصحابه وتجهزوا للقتال ضد زينارت وفينتوس وبريك، وصارت معركة طاحنة بينهم كانت تجهز على حياة أكوا. لكن فينتوس أنقذها وصار يتقاتل مع فينتوس، والقتال صار داخل قلب فينتوس، وهذا الشيء سبب أن فينتوس وزينارت ينجحون في صنع الكي بليد. وكان خيار فينتوس الوحيد أنه يقتل فينتوس ويخسر جزء من قلبه، وبكذا الكي بليد ينكسر واللي هو جزء من فينتوس وصار قلبه ناقص، إلى أن سمع صوت طفل يقول له تعال داخل قلبي ولا تحزن لأني معك. فأعطى فينتوس جزء من قلبه للطفل هذا، ودخل فينتوس في غيبوبة إلى يومنا هذا. والحين ننتقل لآخر قصة في لعبة بيرث سليب، قصة أكوا. أكوا هي الكي بليد ماستر الوحيدة بين التلاميذ، وبعد ما تيرا وفينتوس تركوا العالم اللي كانوا فيه قررت تبحث عنهم وترجع فينتوس العالمة. أكوا كانت كل مرة تواجه فينتوس تحاول ترجعه يرفض، فكانت كل شوي تدور عليه من دون أي فايدة، إلى أنها مرة من المرات وقفت في عالم اسمه راديانت جاردن وقابلت ميكي مع بنت صغيرة هجموا عليها الانفيرست، فأنقذوها أكوا وميكي. وبعدها مثل ما سوى تيرا ريكو أكوا أعطت كايري اللي هي البنت الصغيرة جزء من قوة الكبريت حقها. وبعدها راحت أكوا إلى ديستيني آيلند وقابلت هناك ريكو وسارة هم صغار، وطالعت في ريكو وقالت شكل أحد أعطاه قوة شكله تيرا، وبعدين قالت شكله أصلا يشبه تيرا، وبعدين طالعت سارة وقالت وسارة شكله يشبه فين. بعدين سألت سارة هل تحب ريكو؟ فجاوبها نعم أحبه. فقال أجل اسمع
إذا ريكو راح طريق الشر أو إنه صار في حاجة شيء مو كويسة لازم أنت دائما توقف معاه. وقالها أوكي بوقف معاه، وطبطبت على راسهم وضحكوا وبعدين راحت من هذا المكان. وبعدها كملت أكوا رحلتها بالبحث عن تيرا وفنتس إلى أن وقفت عند يان سيت وقال لها عن كل اللي حصل مع تيرا وأنهم في مقبرة الكيبليد الآن. وقررت أكوا أن تروح لمقبرة الكيبليد وفعلا وجدتهم هناك وتقاتلت أكوا ضد بريك. وإذا كان هدفه أنه فقط يضيع وقتهم وبعد القتال هرب بريك. وفجأة ظهر قدام أكوا ميكي فنتس حامل الكيبليد ومسيطر عليه الظلام. فقرر ميكو أكوا أنهم ينتصرون عليه عشان يساعدونه. خلال القتال معه فجأة انفجر الكيبليد، وهذا يرجع لقصة فنتس لما قتل فانيتس، وأيضا يرجع لما صار انفجار كبير في قصة تيرا. بعد الانفجار هذا صار دمار شامل، وأكوا قاعد تدور على جسم فنتس ولقته واخذتها للماستر ينسد وقال لها أنها لازم تمشي على وصية ماستر إيركوس. بعدين خرجت أكوا من عالم ينسد وراحت لعالمهم القديم المتحطم من الظلام، وأخفت جسم فنتس النايم هناك وحولت العالم باستخدام الكيبليد حق الماستر إيركوس من لاند أوف ديبارتشر إلى عالم اسمه كاسل أوبليفيون. وبعدها خرجت أكوا من العالم هذا، سمعت صوت تيرا يقولها تعالي اقتليني، فراحت أكوا للراديانت جاردن وشافت العالم جالس يطيح للظلام، وتيرا شكله مختلف عن تيرا اللي تعرفه، شعره أبيض وعيونه صفرة، واكتشفت أنه فعليا مو تيرا وأن الظلام استولى على جسمه. وبعدها تقاتلت أكوا مع تيرا شرير، وبعد ما فازت عليه فجأة انفتحت الأرض وصار فيها ظلام وقام يسحبهم داخل إلى عالم الظلام. وهنا أكوا حاولت تنقذ نفسها وتنقذ تيرا معاها، لكن ما في جدوى وفكرت مليا وفكرت كثير وقالت إيش أقدر أسوي. فجأة سكتت بعدين فكرت واتخذت قرار، عطت سيفها إلى تيرا وخلتها يطلع أنقذته، وهي راحت في الظلام. وقبل ما تنزل قالت فين أنا آسفة، لكن أوعدك إن يوما ما راح أكون أنا موجودة عشان أقدر أصحيك من سباتك. وننتقل للمشهد الثاني، يكون في سورا وريكو يركضون، وسورا نزلت من عينه دمعة فسألها ريكو إيش فيك؟ جاوب على سورا قاعد أحس إن في حاجة تقبض جسمي من داخل. فقال شكلك حزين أنت، شكل أصدقائنا صار لهم شيء. راح قال سورا إيش نقدر نسوي لهم؟ قال ريكو إيش رأيك تحاول تكلمهم بقلبك؟ وهنا غمض سورا عينه وقام يحاول يتكلم من قلبه. بعدين المقطع يمشي ونشوف فنتس جالس على الكرسي ونسمع سورا يكلمه هاي هل تسمعني؟ وبعدها نشوف بريك يمشي مع شخصين غريبين، واحد شعره أشقر وعنده لحية والثاني شعره أسود طويل، ولقوا جسم تيرا المتحول اللي أنقذته أكوا، وأيضا لقوا الدرع حق أكوا. وبعدين الرجال اللي شعره أشقر مسك تيرا وقال له إيش فيك يا غلام فيك شيء؟ وما رد عليه. بعدين قال إيش اسمك أنت؟ راح قال اسمي زيانارت. وهنا ابتسم بريك ابتسامة خبيثة. وبعدها الشخص الأشقر قال لبريك شيل الولد هذا ودخل داخل القصر، فقال بريك اعتمد عليه. وبعدين بريك طالع الشخص الثاني وقال له جيب معك هذا الدرع داخل القصر. ومر وقت طويل وأكوا تحاول تطلع من عالم الظلام لكن من غير جدوى، إلى أنها قابلت شخص لابس زي أسود وقال لها أن العالم بخير شكرا للصبي اسمه سورا معاه الكيبليد أنقذ العالم أكثر من مرتين. أكوا ذكرت الاسم هذا وبكت مجرد أنها ذكرت أن الصبي اللي في ديستني آيلند صار منقذ العالم، وأيضا اكتشفت أن الوقت في عالم الظلام يمشي بطريقة مختلفة عن العوالم الثانية. وهنا تنتهي قصة أكوا، لكن قبل ما تنتهي من قصتها خلونا نتكلم عن نقاط مهمة تخص الشخصيات الثانية. شخصية ماستر زيانورت، سبب زيانورت الرئيسي أنه يبغى يصنع الكيبليد مرة ثانية هي عشان يرجع كيندم هارت لحالتها الطبيعية اللي كانت فيها أيام كي باك كوفر، لكن نواياه كانت شريرة تماما وشخصية، وربى فنتس تحته ودربه عشان يقدر يخلي فنتس يخضع للظلام ويستولي على جسمه وقوته، لكن فنتس رفض أنه يخضع للظلام. وهنا غضب زيانورت منه واستخدم الكيبليد لاستخراج وفصل الظلام من فنتس، وتشكل الظلام على هيئة شخصية فانيتس، وعشان كذا فنتس صار في حالة غيبوبة. وبعدها أخذ زيانورت فنتس إلى ديستني آيلند وحطه هناك عشان يقضي آخر أيامه. وبينما فنتس كان هناك اتصل بقلب سورا وهو صغير
وصلح قلب فينتوس واخذ وقت الى ان يلتم، وبعدها بدت قصة بيث باي سليب. فينيتوس هو اصلا فينتوس، لكن الجانب المظلم اللي سحبه زينورت من قلب فينتوس وتشكل على شكل فينيتوس، وهذا السبب ايضا ادى الى وجود مخلوقات الانفرست. ماستر إيراكوس هو مدربهم وكأب للشخصية الثلاثة، وأيضا صديق زينهارت منذ الطفولة مهووس بالنور. وكذا انتهينا من قصة بيرث باي سليب، والآن ننتقل إلى قصة كيندم هارتس 1. تبدأ أحداث كيندم هارتس 1 في جزيرة اسمها ديستني آيلاند، لما ثلاث أطفال كانوا يروحون الجزيرة هذه عشان يلعبون. اسم الأطفال الثلاثة هذولي سورا وريكو وكايري. في آخر الأيام كانت تصير أشياء غريبة في الجزيرة هذه، ودائما يطلع شخص لسورا ويقوله ان العالم هذا مرتبط. وفي يوم من الايام سورا كان في بيته الا انه شاف عاصفه من الظلام حول جزيرتهم، فقرر يروح الجزيره بسرعه. وهناك شاف مخلوقات غريبه لونها اسود اسمها الهارتلس، وشاف سورا ريكو من بعيد. ريكو دعا سورا انه يجي معاه، فحاول سورا انه يجي معاه ويمد يده عشان يسحبه، لكن ريكو انسحب للظلام واختفى. وفجاه سورا حصل على كي بليد وصار يقدر يقاتل مخلوقات الهارتلس ويلحق الضرر عليهم. بعد ما صارت الجزيرة في ظلام، سورا فقد الوعي ولقى نفسه في عالم اسمه ترافرس تاون، وهناك قابل دونالد وجوفي. ولما شافوا انه عنده الكي بليد قالوا لنا مهمته هو انه ينقذ العوالم بالسلاح هذا، وان عندهم القدرة انهم ينتقلون من عالم الى الاخر بواسطة المركبة، وممكن هذا الشيء يساعد انه يلاقي ريكو كايري. وريكو كان ملعوب عليه من قبل ماليفيسنت عشان يطيح في الظلام، فعشان كذا صار ما ينظر للسورا كصاحب لكن كعدو انه سرق الكي بليد منه. لكن سبب اختيار الكي بليد لسورا هو فعلا لان ريكو اختار جانب الظلام، وسورا كان قلبه مليان نور. وسورا وجد ريكو في عالم محطم اسمه هولو باستيان، وهناك ريكو قال عن حقيقة الكي بليد وان الكي بليد كان بالاصل ريكو مو لسورا. فجأة قدر ريكو انه يسحب الكي بليد من سورا، وبحكم ان دونالد وجوفي مهمتهم انهم يحمون حامل الكي بليد صاروا مع ريكو وتركوا سورا لحالة. قابل الوحش من قصة الأميرة والوحش وراح يلحقون ريكو ودونالد وجوفي. خلونا نوقف هنا شوي وكلمكم أكثر عن ماليفيسنت. ماليفيسنت تعتبر هي شريرة حقت كيندم هارتس وهي ساحرة، وأيضا خطتها الأساسية أنها تجمع القلوب من كل أميرات ديزني عساس تفتح باب يؤدي إلى كيندم هارتس أو مملكة القلوب. وخطتها الثانية أنها تخلي ريكو يقع في الظلام، وهذه بنتكلم عنها أكثر قدام. والحين خلونا نكمل. أول ما وصل سورا والوحش القصر واجهوا ريكو ودونالد وجوفي، لكن ريكو وقع في الظلام الكامل، وهذا السبب اللي خلاه يخسر الكي بليد ويرجع في يد سورا. وصار سورا يتقاتل مع ريكو. في نهاية القتال ريكو وقف وقال لسورا يجي في نهاية القصر. في هذه الأثناء طلع شخص لابس معطف بني غريب قدام ريكو وقال له أن سورا أقوى منك لأن قلبه أصفى وأنقى منك، وانت عندك قوة بس مو قاعد تستخدمها اللي هي قوة الظلام. فقال ريكو كيف اقدر اصير اقوى من سورا؟ فقال الشخص كل عليك تسويه انك تفتح قلبك في الظلام وانا خلي عليه الباقي. وبعدها ريكو فتح قلبه للظلام والشخص هذا سيطر عليه. وبعدين قابل ريكو ماليفيسنت وشاف انها محتارة لان استخدمت كل قلوب حقت الاميرات وباب كيندم هارتس ما فتح معاها. وبعدين قالت ان احتمال نحتاج القلب حق كايري. وهنا سورا كان جاي، فقالت ريكو انت خليك هنا انا بروح اتفاهم معاهم. بعدين قابل سورا ماليفيسنت وتقاتل معاها وهزمها. وفي هذه الاثناء ظهر ريكو واستخدم مفتاح الكي بليد حقه على اساس انه يفتح قلب ماليفيسنت للشر، وتحولت الى وحش تنين وتقاتل معها سورا وقتلها. واول ما وصل سورا لنهايه القصر شاف كايري طايحه في الارض وخسره قلبها، لأن ريكو استخدم كيبليد الظلام بأنه يسحب قلبها عشان يفتح البوابة للعالم الظلام. وبعدها تقاتل سورا مع ريكو وتفوق عليه. وبعدها حاول يستخدم الكيبليد اللي معه عشان يقفل البوابة لكنه ما قدر، وطالع ورا ولقى فيه الكيبليد اللي كان مع ريكو واللي فكرته أن كيبليد يفتح القلوب. فكر سورا واخذ الكيبليد وفتح قلبه، ولما فتح قلبه اللي صار أن الكيبليد انكسر وطلعت فيه كل قلوب المحبوسة فيه، ورجعت قلوب الأميرات بالإضافة إلى قلب كايري. وصحت كايري وقامت وشافت سورا قاعد يطيح وجدت بتمسكه، لكن اختفى سورا فجأة. وفجأة طلع لهم شخص غامض وقام يكلم كايري ويقول لها سويت عليك يا أميرة، والحين فتحت الباب صارت كاملة. وبعدها طلع ريكو
وقال أنا بمسك عنكم، أنتم لم تروم الحين لأن بيجون داركنس كثير هنا. وأخذ جوفي دونالد كايري وهربوا من المكان. بعدها سورا وقع في الظلام وتحول إلى هارت الصغير، وراح بيلحق كايري ودونالد وجوفي بعد ما هربوا من القصر. لكن هارت السورا لحقهم وقدرت كايري أنها ترجع سورا لإنسان مرة ثانية بقوة غير معروفة إلى الآن. وفي هذه الأثناء ريكو كان ضايع في عالم الظلام، وفجأة سمع صوت يقول له هل تسمعني؟ أنا كنت أحاول أني أكلمك من زمان لكن الظلام اللي في قلبك كان يغطي علي فما أقدر أكلمك، لكن الحين بما أنك اتصلت على الظلام اللي في قلبك وجسمك ما نجا أقدر أكلمك. أنا أملك الكي بليد الثاني وباب الظلام راح يفتح قريب، وهذا الباب ما نقدر ندخله لكن المفروض نقفله من الجهتين. انتظرني أنا قادم في الطريق. وبعدها كمل صورة مغامرته وراح لديستني آيلند، وهناك قابل ريكو، أو كان يظن أنه ريكو لكن في الحقيقة طلع أنه الشخص الغامض اللي طلع قدام كايري وكلمها. وفي الحقيقة هذا الشخص اسمه أنسم، وهو يعتبر الهارتلس الشخصيات زيونارت اللي شفناها بيرث باي سليب. وبعدها حاول سورا أن ينادي اسم ريكو لكن قال له أنسم أن ريكو في الظلام ما راح يقدر يسمعك. وبعدها تقاتله وياهم مع بعض وانتصر عليه سورا. وبعدها أنسم قال سورا باستهزاء أنه ما في فايدة، ما راح تقدر تقفل باب الظلام بمفتاح واحد فقط. وبعدين توجه إلى الباب وقال يا باب كيندم هارتس أمديني بقوة الظلام. وهنا قام يطلع منه نور ظلامي ويجي على أنسم. وفي نفس الوقت سورا قال أنا أعرف أن باب كيندم هارتس ما هو ظلام، كيندم هارتس هي النور. وهنا طلع في شاع نور قوي وضرب أنسم، وأنسم تلاشى واختفى. وبعدين سورا ودونالد جوفي قفلون الباب وحاولوا يقفلونه لكن الباب كان قوي، وسورا كان يحاول يقفل الباب بس ما قدر. وفجأة في يد طلعت من داخل الباب تساعده، طلع ناريكو قال يلا سورا خلينا نقفل الباب مع بعض. وهناك طلع شخص ثاني بعد مع ريكو عنده نفس المفتاح اللي مع سورا، وقال سورا يلا خلينا نستخدم مفتاحين عشان نقفل الباب. ويطلع ان هذا الشخص هو ميكي، وهو اللي كان يكلم ريكو في الظلام. وقدروا سورا وميكي انهم يقفلون باب الظلام الى الابد، وريكو وميكي جلسوا داخل الظلام وسورا واصدقائه كانوا برا. وبكذا ننتهي من قصة كيندم هارتس 1 وننتقل للجزء اللي بعده اللي هو كيندم هارتس تشينز اوف ميموريز. هذا الجزء يحتوي على شخصيتين رئيسيتين اللي هم سورا وريكو. خلونا نبدأ في قصة سورا وهم أحداثها. سورا ودونالد وجوفي راحوا يدورون عن مخرج العالم هذا، وخلال بحثهم وجدوا قصر اسمه كاسل أوبليفيون. من يوم سورا دخل القصر بدأ يحس أن كل ما طول في المكان هذا كل ما بدأ يخسر جزء من ذاكرته. وبعدها سورا قابل شخص لابس أسود، الشخص أعطاه بطاقة مصنوعة من ذكريات سورا المفقودة، وأن هذه البطايق راح تسمح لسورا أنه يزور عوالم مختلفة. كل ما سورا استمر في المشي في القصر كل ما خسر ذكرياته أكثر وأكثر، وكان يزورون عوالم عن طريق البطايق اللي زاروها قبل، لكن لسبب ما الشخصيات ما يذكرونهم. بعض الأحيان سورا ودونالد وجوفي ما يذكرون الشخصيات أيضا. وخلال مغامرتهم في القصر وعادتهم للعوالم عن طريق البطاقات، سورا واجه ناس لابسين أسود اسمهم المنظمة 13، وفجأة صار يتذكر أشياء ومن ضمنها صديقته اللي اسمها نامينه. وبعدها سورا واجه بنت اسمها لاركسين تقول له أن صديقتك نامينه محبوسة في القصر، وقالت له إذا تبغى تنقذها استمر في القصر وراح تلاقي البنت اللي أنت تدور عليها. وخلال البحث عن البنت سورا واجه ريكو مصنوع من البيانات عن ريكو الأصلي. فجأة داتا ريكو هجم على سورا، وبعدها ريكو وقف القتال واختفى. كمل سورا مسيرة بحثه عن نامينه، لكن في عظم المنظمة 13 حرر نامينه من السجن اللي كانت فيه عشان تقابل سورا، وقالت له إن هي مسحت ذاكرته وبدلتها بذكريات كاذبة وأشياء ما صارت له من الأساس، وإنه لازم يوقف المنظمة بأسرع ما يمكن. بعدها سورا كمل مسيرته في القصر وصار يتقاتل مع أي عضو من المنظمة في طريقه، حتى وصل لمارلوشا اللي كان يتحكم في القصر وانتصر عليه. وفي النهاية سورا قابل نامينه وسألته إذا بغى يحتفظ في ذكرياته عن القصر وينسى ذكريات القديمة الأصلية، أو يسترجع ذكريات القديمة وينسى أي شيء حصل في القصر. وقرر سورا أنه يختار الخيار الثاني وينسى كل شيء صار له في أحداث تشينز أوف ميموريز. وبعدها أخذت نامينه وحطت في جهاز ينام فيه عشان يسترجع ذكرياته القديمة. وهنا تنتهي قصة سورا، والآن ننتقل إلى قصة ريكو.
لكن قبل ما ننتقل لازم أقولكم أول شيء من هي نامني. نامني هي بكل بساطة النوبادي حق سورا، معناتها أن هي نشأت من قلب سورا، وطبعا شافت كايري في قلب سورا وعشان كذا تشكل شكلها قريب من شكل كايري. تسألوني إيش هو يعني النوبادي وكيف طلعت هي من قلب سورا؟ خلوها بعدين، راح أشرح لكم لا تخافون، والحين خلونا نكمل. أحداث قصة ريكو تبدأ بعد ما انقفلت بوابة في عالم الظلام بعد الجزء الأول. لقى نفسه في مكان ما بين الظلام والنور، ويسمع صوت يقول له خلك في المكان هذا لأن هذا المكان اللي يناسبك. ريكو رفض الفكرة هذه وسمع الصوت يقول له أجل إذا تبغى تعرف الحقيقة خذ البطاقة هذه وروح لكاس الأبليفيا. لما ريكو وصل القصر واجه أنسم، أو بالأصح ما تبقى من أنسم بداخل ريكو، وقال له إذا فشلت بأنك تقاتل الظلام اللي في داخلك راح تسوي له على جسمك مرة ثانية. بعدها ريكو كمل طريقه للقصر وواجه عضو من المنظمة اسمه فيكسن، قرر يتقاتل مع ريكو عشان يجمع بياناته عنه ويصنع داتا ريكو أو ريكو المزيف اللي تقاتل مع سورا. وبعدها ننتقل لمقطع تكون فيه نامني جالس على كرسي ولاركسين قاعدة تكلمها، ولكن جالسة انها تضايقها، وفجأة دخل عليهم داتا ريكو وراح عند نامني وقال لها اطمئني انا بخلي الألم كله يروح، وقال لها راح افي بوعدي لك لما اعطتيني هذه التميمة اللي في يدي. وهنا عطاها النجمة وطلع، وطالعت تركسين فيها وضحكت وقالت اوه انت جالسة تحكمين فيه، ايش القوة اللي عندك هذه؟ انت الحين قاعد تسوينا انك عدتي كتابة قلبه، هو اصلا مش انسان، فكيف طلعتيه للحياة؟ صحيح انك انت واحدة شريرة. بعدين قالت لها قريبا سورا راح ينسى ذكريات كايري وانت بتحلين مكانها، وبكذا راح نقدر نبدأ خطتنا الحقيقية. وهنا نامني تضايقت واحزنت للموضوع. وبعد ريكو استمر في رحلة في القصر وواجه شخص يدعى ليكسس وتقاتل معاه وفشل. بعدها أغمي على ريكو وقوة الظلام تحكمت فيه، وقام ريكو بعدين وفاز على ليكسس بضربة واحدة بالسيف. وبعدها دخل في عالم الظلام وكان ريكو بيطيح في الظلام مرة ثانية، لكن سمع صوت ميكي وصحى وقدر يطلع من الظلام قبل ما يتمكن منه وكمل طريقه في القصر. وبعدها واجه شخص يدعى زاكسيل وخططه انه يغرقه في النور، لكن نامني انقذته وقدر انه يتفوق على زاكسيل ويقتله. بعد قتاله مع زاكسيل ميكي وجد ريكو عن طريق بطاقه يحملها ميكي، وميكي اعطى ريكو البطاقه هذه لما ريكو استخدمها ووجد نفسه في عالم اسمه تويلت تاون. لما ريكو وصل تويلت تاون قابل انسم مره ثانيه، لكن هالمره ريكو قال له مين انت؟ انت مو انسم، ما في احساس الظلام اللي احسه، انسم الحقيقي اللي داخلي اشر منك واظلم منك. وقال بعد انا عرفت الحين انت اللي قاعد تساعدني طول الوقت، انت اللي عطتني البطاقه وانت اللي قاعد ترشدني عشان اقدر اقاتل الظلام اللي داخلي واتقبله. وهنا تغير شكل انسم الى شخص ثاني وقال ريكو اسمي ديز وانت شخص مثير للاهتمام، انت الشخص الوحيد اللي تقدر توقف بين الظلام والنور، فانا بساعدك تختار يا تروح لي الظلام ولا النور. فقال ريكو كيف بتساعدني؟ قال ديز راح تقابل شخص اسمها نامني. بين قال ريكو مين نامني؟ راح قال ديز راح تعرف قريب، واختفى ديز. وفجأة ريكو المزيف اعترض طريق ريكو، لكن ريكو هزمه. وبعدها ريكو وجد نامني، ونامني قالت له انه انسم يعيش بداخل قلب ريكو، وقرر ريكو انه ما يختار لا النور ولا الظلام قبل ما يواجه انسم مرة ثانية. وبعدها ديز استدعى أنسم من داخل قلب ريكو عشان يتواجه مع ريكو، وأخيرا انتصر ريكو. وميكي ظهر لريكو وقال له ما يحتاج تختار الظلام أو النور طالما أنك تقدر تسوي موازنة بين الاثنين داخلك، وقرر ميكي أنه يرافق ريكو في رحلتها في الموازنة بين العنصرين. وهنا تنتهي قصة Chains of Memories بالكامل. خلونا نوقف شوي ونتكلم عن شخصية أساسية لها دور كبير في الألعاب القادمة. اسمه أكسل وهو أحد أعضاء المنظمة 13. أمر مروشة أنه يقتل زاكسيون لأنه حس أنه بيخونه، وطبعا أكسل سوى اللي قاله مروشة وقتل زاكسيون. وأيضا أكسل هو الشخص اللي أنقذ نامني وحررها وخلاها تروح تقابل سورا. والآن خلونا ننتقل للجزء اللي بعده، Kingdom Hearts 358/2 Days. هذه القصة تتكلم عن أحداث تمتد من بعد Kingdom Hearts 1 إلى ما قبل Kingdom Hearts 2 فترة بسيطة. تتكلم عن شخصيتين، واحد اسمه روكسس والثانية اسمها شيون. القصة تبدأ بعد أحداث كيندم هارتس 1 لما سورا طعن قلبه بالكيبليد وتحول للهارتلس، نتج عن هذا ولادة شخصين يدعون النوبادي
والنوبادي في السلسلة هو الشخص اللي ما يملك قلب، وغالبا يكون نتج عن أشخاص حقيقيين فقدوا قلبهم. وسورا نتج عنه اثنين نوباديز، نامينة البنت اللي تكلم عنها قبل في Chains of Memories، وأيضا روكسس بطل قصتنا هذه. روكسس كان يمشي من غير أي هدف ولا أي ذاكرة إلين ما لقاه شخص اسمه زمنس، وهو يعتبر النوبادي حق زينهارت، وأيضا يعتبر رئيس المنظمة 13. زمنس قال لروكسس إنه آخر عضو محتاجينه عشان يكمل عدد رقم 13، وفي أول يوم له مع المنظمة عطوه اسم وسموه روكسس. بعد 7 أيام مع المنظمة انضم عضو رقم 14 بشكل غريب وكأنه شيء زايد وغير محتاجين له. روكسس استلم أول مهمة في اليوم الثامن مع أكسل اللي تكلمنا عنه من قبل في Chains of Memories. وقبل ما ينتهي يومهم أكسل عزم روكسس على آيس كريم فوق برج الساعة، وصاروا يأكلونه ويتكلمون مع نفسهم أو عن نفسهم عشان يتعرفون على بعض أكثر وأكثر، وصار الوضع هذا كل يوم بعد كل مهمة. وروكسس كان في كل يوم يقابل شخص من المنظمة يعلمه عن الدفاع عن النفس أو عن الحياة، بحكم أن روكسس ما يمتلك أي معلومات كأنه طفل صغير. وفي يوم من الأيام أكسل وضح لروكسس أنهم عبارة عن نوباديز، وأن السلاح اللي عنده روكسس الكي بليد عنده القدرة أن يحرر القلوب من الهارتلس ويرجع القلوب هذه إلى كيندم هارتس، ولما تكتمل كيندم هارتس النوباديز راح ترجع لهم قلوبهم. وبعد أسبوع أكسل قال لروكسس أنه يحتاج يروح لكاسل أوبليفيان عشان مهمة جدا طارئة، وأن الرقم 14 من المنظمة اللي هي البنت اسمها شيان راح تحل مكان أكسل في توجيه روكسس. في مهمة روكسس وشيان ظهر لهم وحش وضرب روكسس بحيث تسبب بأن الكي بليد ينفلت من يده، وشيء غريب أن الكي بليد بدل ما يرجع ليد روكسس رجع ليد شيان، وشيان أجهزت على الوحش وتفوقت عليه. وبعد المهمة روكسس سمع خبر أن كل الأعضاء اللي راحوا لكاسل أوبليفيان فشلوا وأنهم ما راح يرجعون، وروكسس حزن حزن شديد وطاح في غيبوبة لمدة أسابيع. وهنا يجي دور شيان بحكم أنه صارت عندها القدرة أن تحمل كي بليد بعد روكسس، وكانت تزور روكسس كل يوم وفي غيبوبته على أمل أنه يستيقظ. واستمر الحال هذا لعدة أسابيع إلى أن روكسس صحى من الغيبوبة وعاد لمهماته، لكن كان لوحده وما في أي حس أو خبر عن شيان. وبعد أيام روكسس وجد أكسل اللي كان خايف أنه انهزم في كاسل أوبليفيان، لكن وضح له أنه بخير وأن على روكسس إكمال مهمته الحالة من اليوم ورايح. وأكسل وشيون كان يتقابلون بالسر في كل فترة وثانية، وشيون صارت تقول لأكسل أنه صارت تجيها ذكريات غريبة، مثلا تتذكر أشخاص ما قابلتهم نهائيا. وبعدها شيون انرست المهمة أنها تصيد الجاسوس بينهم، والجاسوس طلع ريكو وطاحوا في قتال بين بعض وفشلت، وقال لها أنها جدا ضعيفة ومشى. وبعدها شيون طاحت في غيبوبة وصار روكسس يزورها بعد كل مهمة كل يوم. وبعد ما صحيت شيون وروكسس كان في الغرفة، روكسس قرر أنه يأخذها معاه للمكان المعتاد اللي هو برج الساعة عشان يكون الآيس كريم، لكن فجأة شيون أغمى عليها وصارت تذكر ذكريات سورا، إلا أن أكسل جاء وشال شيون ورجعها للقصر عشان ترتاح. ولما صحت اكتشفت الكمبيوتر حق ياكس فرد من أفراد المنظمة، وهنا عرفت عن كاسل أوبليفيان. وشيان قررت أن تزور القصر لأن تمتلك ذكريات لما كانت إنسانة في القصر، وعشان كذا قررت أن تكمل، وكل مرة أكسل كان يحاول يرجعها يفشل. وبعد يوم روكسس راح المهمة الاعتيادية، وبعد المهمة راح لبرج الساعة بانتظار أصحابه شيان وأكسل، لكن وصل أكسل من غير شيان. روكسس سأل أكسل وين شيان، لكن ما لقى أي جواب من أكسل. من بعدها أكسل راح يبحث عن شيون بعد ما أخبرهم رئيس المنظمة زمنس أن شيون اختفت، لكن لا تبحثون عنها لأنها غير مهمة أصلا. وصار روكسس الحالة. بعد فترة في لقطة عن ريكو وهو يكلم نامني وتقول له أن سورا داخل الجهاز ويتحاول ترجع ذكرياته، لكن جزء من ذكرياته مفقود والسبب وجود شخصية شيون. شيون كان ما عندها شكل أصلا لأنها بدأت تتشكل على هيئة سورا يوم بعد يوم، وأنها لازم تنمسح من الوجود عشان ترجع الذاكرة لروكسس النوبادي حق سورا، ومن هناك ترجع من روكسس إلى سورا. ريكو وجد شيون ووضح لها أنه لازم يحصل عليها وأنها جزء من سورا ولازم تموت عشان سورا يرجع، فقررت شيون أنها تمضي آخر أيامها مع أصحابها أكسل وروكسس. بعد ما اكتشف روكسس الحقيقة وأن شيون راح تقتل، روكسس غضب وصار يسأل أسئلة لأكسل مثل ليش أنه يقدر يحمل كيبليت وليش هو مو موجود أصلا،
فقرر أنه يترك المنظمة ويمشي في طريقه الخاص. بعدها شيون هربت المرة الثانية عشان تلقى نامني وتسألها أكثر عن سورا. نامني كانت هي الجواب المقنع اللي خلى شيون تستسلم للحقيقة. بعد ما شيون تركت غرفة نامني لقت أكسل تذرها برا، وصار عراك بينهم، ونجح أكسل أنه يرجع شيون لروكسس عشان يقضون آخر يوم مع بعض. وشيون تحولت إلى هيئة سورا وقالت لروكسس الشيء الوحيد اللي يقدرون يسوونه إنها تخلي روكسس يقتلها، وإنها إذا اختفت راح تختفي ذكرياتها معاها بحكم إنها جزء من سورا وإنها غير موجودة أصلاً. بعد ما قتلها روكسس، روكسس بدأ ينساها، لكن الغضب سيطر عليه وقرر إنه يدمر كيندم هارتس. وفي طريقه لكيندم هارتس في مدينة The World That Never Was واجه ريكو وقال له إنه لازم يستسلم هو بعد زي ما استسلمت شيون ويرجع لسورا، لكن بالطبع روكسس رفض، فاضطر ريكو إنه يطلق الظلام اللي داخله عشان يتفوق على روكسس ويهزمه. وظهر ديز لروكسس وما حد ذاكرته وخلاه يتوهم بأن طالب في إجازة صيفية باقي عليها فقط 6 أيام وتنتهي. وهنا بشكل مباشر تبدأ أحداث Kingdom Hearts 2. تبدأ أحداث Kingdom Hearts 2 مباشرة بعد أحداث 358 وذاكرة روكسس الجديدة. يبدأ روكسس أول يوم من آخر 6 أيام في إجازته بقضاها في أشياء مختلفة كل يوم، مثل مشاركة في بطولات القتال وغيره. وفي كل يوم روكسس يتذكر شيء عن سورا، إلى أن يوم الأيام هجمت عليه مخلوقات غريبة وفجأة ظهر الكيبليد في يده عشان يقاتلهم ويوقفهم. في يوم الأيام روكسس حلم في بنت اسمها نامني وقالت له أنه هو غير حقيقي والأفكار الموجودة في داخله هي فعليا غير حقيقية، وعشان يكتشف الحقيقة لازم يروح للبيت اللي في تواليت تاون. فصح روكسس وراح للبيت مسرع وقابل نامني هناك في الحقيقة، طبعا ما هو الحلم. بعدها قابل ديس وقال لروكسس أنه صنع المدينة المزيفة هذه عشان يجمع ذكريات سورا من روكسس ويشوف كيف يتعايش عشان ياخذ الافكار والذكريات هذه ويرجعها لسورا ويدمج ذكريات روكسس في سورا. روكسس في البدايه رفض الفكره ورجع يكمل اجازته، لان المنظمه ارسلت اكسل عشان يصيد روكسس او يقضي عليه، الا انه فشل. وبعدين ظهر ديز قدامه واقنع روكسس بانه يرجع لسورا. روكسس استسلم الحقيقه اخيرا ورجع للجهاز اللي كان نايم فيه سورا عشان يرجع في ذكريات سورا. ومن بعدها سورا صحة من السبات حقه، وهنا تبدأ الأحداث الحقيقية لكيندم هارتس 2. صحة سورا ودونالد وغوفي في مدينة تواليت تاون الحقيقية، وسورا ودونالد وغوفي لقوا ميكي في تواليت تاون وقال لهم لازم يروحون بسرعة ويقابلون شخص اسمه يان سيد. بعد ما وصلوا ليان سيد، يان سيد قال لهم انه في أعداء جدد غير الهارتلس اللي هم النوباديز، وأيضا مجموعة اسمها المنظمة 13. طبعا سورا ودونالد غوفي ما يتذكرونهم لانهم قابلوهم في تشينز اوف ميموريز، وبعدين سورا اختار انه يفقد الذاكره اللي كانت موجوده في تشينز اوف ميموريز، وعشان كذا نسى المنظمه بالكامل. وبعدها ينسد قال لسورا انه يحتاج يلقى ريكو عشان يقدرون يوقفون المنظمه 13. وبعدها سورا صار يسافر بين عوالم ديزني مختلفه يبحث عن ريكو ويحل مشاكلهم المتسببه بسبب المنظمه والهارتلس. بعد ما وصل لهولو باشن اللي كانت عباره عن خراب، لما سورا زارها في أحداث كيندم هارتس 1 لقاها عبارة عن مدينة صغيرة استرجعها ليون اللي هو سكوال باستخدام بيانات المدينة الأصلية. خلال بحثهم في المدينة لقوا ميكي، وميكي قال لهم أن أنسم اللي تقاتلوا معه في الجزء الأول هو هارتلس حق الرأس الأكبر الشر في السلسلة زين هارت، وأنه رئيس المنظمة هو النوبادي حق زين هارت زمنس. بعدها صار هجوم على هولو باشن، ومن هنا سورا قابل سايكس ووضح له أن كل هارتلس اللي جالس يقتلهم سورا بالكيبليد جالس يرسلهم قلوبهم لكيندم هارتس، وأن خطة المنظمة أن تخلي كيندم هارتس كاملة من جديد ويرجعون النوباديز إلى بشرين حقيقيين من جديد، وهذه الخطة المنظمة الفعلية. بعدها سورا صار يعيد زيارة العوالم اللي زارها من قبل عشان يجمع المعلومات عن مقر المنظمة، وفي كل عالم كان يقابل عضو من المنظمة ويكتسب معلومة منهم بعد ما يتقاتل معه. وبعدها سورا اكتشف أن مقر المنظمة هي منطقة اسمها The World That Never Was، وأن الطريق الوحيد للدخول العالم هذا هو أن يرجع لتوايلت تاون ويدخل عن طريق بوابة سرية موجودة في غرفة الكمبيوتر المخفية داخل البيت المهجور الموجود في تواليت تاون. لما دخل البوابة وقف النوباديز في طريقهم، لكن أكسل ساعد سورا وضحى في نفسه وقال أن كل اللي كان يبغاه هو أن يشوف روكسس مرة ثانية. وبعدها انفتح لهم طريق العبور لعالم النوباديز. وأول ما سورا وصل للWorld That Never Was فجأة اختفى ولقى نفسه في مكان غريب وقدامه شخص لابس وشاح هويته غير معروفة وفي مكان غير معروف.
اللي هو كان طبعا داخل قلب سورا وصار يتقاتل معه. الشخص هذا هو روكسس، يحاول انه يتمكن من قلب سورا ويصير بداله، لكنه فشل وسورا قدر انه يسيطر عليه ورجع سورا للعالم الواقعي وكمل مسيرته للقصر حق المنظمة. لما وصل سورا للقصر هناك لقى كايري وريكو اخيرا، لكن بسبب ان ريكو كان يستخدم قوة الظلام اللي داخله شكل ريكو تغير وصار على هيئة انسن. بعدها كملوا طريقهم ولقوا ديز، وبعدها ديز كشف عن هويته وطلع هو أنسم ذا وايز أو أنسم الحقيقي، واللي كان يدرس القلوب مع زينهارت ويسوي تجارب فيهم. ووضح أنسم أنه هو زينهارت هم السبب بوجود النوباديز، فقرر أنه يصلح الغلطة بأنه يستخدم آلة تفجر كيندم هارتز، لكن الآلة فشلت وانفجرت واخذت أنسم معاها. وريكو اضطر يستخدم كل قواه عشان يحمي أصحابه من الانفجار، وكذا استنفذ طاقة الظلام اللي فيه ورجع شكل ريكو القديم اللي كلكم تعهدون. وبعدها سورا وريكو لحقوا زمنس وتقاتلوا معه ونجحوا بالتفوق عليه، لكن بعد ذلك انحبسوا في عالم الظلام. وعشان تنجح من الهرب من عالم الظلام لازم يكون في قلبك في أمل، فوصلتهم رسالة من كايري كانت مليانة أمل، فانفتحت البوابة للعالم النور وقدروا سورا وريكو انهم يهربون من عالم الظلام ويرجعون لعالمهم. ولما وصلوا هناك شافوا رسالة وصلتهم من كينج ميكي، وهنا تنتهي أحداث كيندم هارتس 2. نتكلم بشكل مبسط عن أحداث كيندم هارتس ريكودد اللي أضاف شيء بسيط للقصة. كيندم هارتس ريكودد أحداث هذا الجزء تتكلم عن مذكرة جيميني اللي انفقد منها معلومات إلا رسالتين، واحدة مكتوب فيها شكرا ناميني والثانية مكتوب فيها جراحهم بتلتعب لما تنقذهم. بعدها أرسلوا نسخة رقمية لسورا للعالم الرقمي عشان يكتشف سبب اختفاء النصوص من مذكرة جيميني ومعنى الرسالة الغريبة اللي ظهرت في المذكرة. في نهاية العالم الرقمي سورا الرقمي واجه ناميني الرقمية وقالت له أنه لازم ينقذ ثلاث أشخاص اللي هم أكوا وفينتوس وتيرا، وانتقلت ذاكرة سورا الرقمي إلى سورا الحقيقي. نرجع للرسالة اللي أرسلها ميكي لسورا وريكو كايري بعد أحداث كيندم هارتس 2. الرسالة كان مكتوب فيها قصة أكوا وتيرا وفينتوس، ومن هنا سورا قرر ينقذهم. والحين نرجع لأحداث ريكودد قبل ما ننهيها. يانسيد استدعى ميكي وقال له أنه بعد هزيمة أنسم الهارتلس حق زينهارت وزاملس النوبادي حق زينهارت هذولي سببوا عودة زينهارت الأصلي، وأنه لازم يستدعي سورا وريكو عشان اختبار الكي بليد ويجهزهم للحرب ضد زينهارت. بعدها نشوف بريك في غرفة الكمبيوتر في راديانت جاردن، وكان يتكلم مع زينهارت شاب ويقول له زاملس مات، ما معناها الحفلة بدت. وفي الحقيقة زينارت الشاب هو عبارة عن زينارت من الماضي، يوضح لبريك ان الكي بليد اللي عند زينارت العجوز هو اقدم كي بليد. وهنا تنتهي احداث كيندم هارتس ريكودد، وراح ننتقل الان الى جزء كيندم هارتس دريم دروب ديستانس. تبدأ احداث هذا الجزء بعد ما استدعى ماستر يانسيت سورا وريكو عشان يخذون اختبار الكي بليد ماستري ويصيرون كي بليد ماسترز، وهذا الاختبار عبارة انهم ينامون ويصحون في العوالم النائمة ويرجعونها للعالم الحقيقي. العوالم هذه هي العوالم اللي زرناها في كيندم هارتس 1 بعد ما وقعت في الظلام، والحل الوحيد لرجعهم هي انهم يدخلون للعالم الاحلام، وهذا السبب اللي خلينا نشوفهم بمظهرهم وهم صغار. فصاروا سورا وريكو يزورون العوالم النائمة عشان يصحونها، حرفيا يصحي العالم. وعشان يرجعهم للعالم الواقعي كان يحتاج انه يفتح الاقفال السبعة، واذا نجحوا راح يصيرون كي بليد ماسترز حقيقيين. بعدين تجي لقطة غريبة ومفاجأة ان اكسل وجد نفسه في غرفة كمبيوتر اللي في راديت جاردن، لكن المرة هذه وجد نفسه كبشري مو نوبادي نفس ما كان قبل، وهذا الشيء حصل مع بعض من اعضاء المنظمة الباقين. سورا وريكو بدأوا رحلتهم، لكن كل واحد فيهم يزور نفس العالم بطريق مختلف وما يقدرون يتقابلون مع بعض نهائيا. في خلال رحلتهم قابلوا زينهارت الشاب ومعاه زيمنس وانسم اللي رجعوا بطريقة ما. سورا نجح انه يجد مفاتيح القفل السبعة، لكن لسبب ما رجع العالم الحقيقي وصحى، لكن بدل ما يصحى وجد نفسه في عالم The World That Never Was، عالم النوباديز. وهنا عرف ان عالم The World That Never Was هو نفسه صار في عالم الأحلام. وهناك قابل سورا زينارت الشاب واللي قال له ان كل شيء صار إلى هذه اللحظة كانت من تخطيط زينارت، وكان عبارة عن قلب متحرك، وهو الشخصية الغامضة اللي سورا شافها في الجزء الأول اللي كان لابس معطف بني والحقه إلى داخل كهف. وبعدين سورا قابل ناميني وكلمها بس ما ردت عليه ومسك يدها وتحولت إلى شيون. طبعا سورا ما يعرف من شيون واستغرب، بس حس بألفة وحزن تجاهها
ونزلت دمعة من عين سورا من غير ما يعرف ليش. وبعدها هربت شيون عنه وسمع سورا صوت شخص يقول له يجب عليك أن تستيقظ. وبعدها قابل سورا شخص غامض لابس رداء المنظم، وطلع أنه روكسس، واللي قال لسورا أن قلب سورا هو الوحيد المتصل بالجميع. وبعدها مسك روكسس يد سورا وعطى كل ذكرياته اللي عاشها إلى سورا. وبعدها سمع سورا صوت شخص يقول له أصحى يا سورا، لا تتبع الظلام، ارجع للنور. وبعدها قابل سورا ريكو وكايري واقفين، لكن لما قرب منهم تحول إلى تيرا وأكوا، وسورا تحول إلى فينتس. طبعا هذه أول مرة سورا يقابل تيرا وأكوا ويعرف أشكالهم، وهنا جت ذاكرة إلى سورا يتذكر فيها لما أكوا قابلتهم هو ريكو وهم صغار. بعدها كمل سورا مسيرته في العالم إلى أن وجد زيك بار اللي هو يعتبر النوبدي حق بريك. وزيك بار قال لسورا أن نوموه مرتين وحطوا أحلام وهمية فيه عشان يوصل لهنا، ورد سورا بأن حس بإحساس روكسس وكيف كان يضحك ويبكي مع أكسل والبنت اللي معاهم، وهذه مشاعر مستحيل ما يكون عنده قلب. لا تنسون النوبديز معروف أنه ما عندهم قلب. وهنا زيك بار ضحك وقال لسورا أخيرا لاحظت. وزمنس قال لسورا أن القلب ما يموت أبدا لكن يكون مكسور وتقدر تصلحه وينولد من جديد، وأن الهارتلس كانت نجد تجارب للتحكم في العقل، ولازم تعرف أنك تقدر تنفي القلب من الجسم لكن الجسم راح يبدل القلب في أقرب فرصة تسنح. وهنا عرفنا أن لما انقسمنا إلى هارتلس ونوباديز كانت تفرقة مؤقتة فقط. وهنا زيكبر وضح لسورا خطة المنظمة الحقيقية، وهي أنه يصنع النوباديز بعد ما سورا يحطم النوباديز ويهزمهم يرجعون بشريين لأن قلوبهم قوية. يجي زينهارت بعدين ويستولي على قلوبهم كلهم ويحولهم إلى نسخ من نفسه، يعني يصير في 13 زينهارت في المنظمة. وهنا سورا سأل زيكبار هل ترضى أن يحولونك إلى زينهارت؟ هنا ضحك زيكبار وقال أنا أصلا نص زينهارت، وصرخ سورا بأن هذا غلط وقلوب الناس ما هي لعبة عندكم وهي اللي تخلينا أقوياء. وهنا سخر منه زيك بار وقال أنت قوي عشان علاقاتك مع الناس اللي تعرفهم، لكن الكي بليد ما عمره اختارك ولا بيختارك. وهنا رد سورا عليه وقال أنه يعرف أن الكي بليد ما اختاره ولا راح يختاره، لكن صار له شيء أعظم أنه أصبح جزء صغير من أقدار الأشخاص اللي اختارهم الكي بليد وراح يساعدهم إلى النهاية. بعدها زمنس هجم على سورا عشان ياخذه، لكن سورا هزم زمنس. وبعدها سورا وقع في الظلام وجاء زينهارت الشاب وقال له انهم وضعوا علامه على لبسه على حرف اكس، وهذا الاكس خلاهم يعرفون وين مكانه دائما ويقدرون يتحكمون في المسار حق سورا واللي يروح فيه. ووضح له ايضا انه هو في العالم الحقيقي وانه خرج من عالم الاحلام من اللحظه اللي وصل فيها إلى عالم The World That Never Was، لكن سبب عدم عودة سورا لشكل الأصلي هو بسبب سحر يانسيت. وبعدها وقع سورا في الظلام وكان الظلام إنه بيستولي عليه، لكن فجأة جاء درع فينتوس غطى جسم سورا وحماه في آخر لحظة، ولكن زينهارت أخذ سورا وحطه معاهم في قص المنظمة عشان يكمل عدد المنظمة الأصلية. وفي هذه الأثناء ريكو لقى طريقة إنه يوصل لـ The World That Never Was، ونفس الفيرجن حق سورا المحبوس فيه، يعني نفس النسخة الموجودة فيها. وهنا لقى سورا محبوس وتقاتل مع النايتمير اللي كان ماسك سورا وفاز عليه. وبعدها كان يكلم سورا عشان يصحى، تذكرون صوت الشخص الغامض اللي كل شوي كان يسمع سورا؟ هذا كان ريكو يناديه هنا. وسورا طول الوقت كان محبوس في الكابوس من بعد ما وصل إلى العالم الأخير. فجأة اختفى سورا وانسحب ريكو إلى الظلام، وهناك قابل أنسل واللي قاله انك لو اطلق قوتك الظلامية راح تقدر تنقذ سورا. وهنا ريكو رد على انسل وقال له يا انسل او زينارت، انت كنت من الاشخاص اللي كان عندهم كي بليد لكن الظلام اسر قلبك واخذ الكي بليد منك، مع اني حبستك لكن لازلت تطلع لي، وعشان كذا فهمت ان المفروض ما احبس الظلام في داخلي لكن اخلي النور يستولي عليه. وبقول لك سر ما قلت لاحد من قبل، السبب اللي خلاني ابي اشوف العالم الخارجي وابدا رحلتي هي لما قابلت الشخص ذاك وأنا صغير، يقصد تيرا طبعا. وبعدها تقاتل ريكو ضد أنسم وانتصر عليه، وقال ريكو الأنسم تراك صرت جزء من قلبي والحين جزء من نور. وبعدها اختفى أنسم وكمل ريكو رحلته إلى أن أخيرا وصل القصر اللي سورا فيه،
وهناك لقى تجمع مسوي زيارة الشاب مع المنظمة. بعدين وضح ريكو انه اصلا مسافر عبر الزمن ومهمته انه يجيب كل زيانورت من كل زمن ويجمعهم هنا، وقال ان زيانورت الاصلي راح يجي هنا قريب. وفجأة ظهر ميكي واستخدم سحر ستوباغا ووقف الوقت في العالم هذا عشان يعطي ريكو بعض الوقت عشان ياخذ صورة ويهرب. لكن زيانورت الشاب قدر يتحكم في الوقت وقدر انه يتحرك وضرب ميكي وغشي عليه، وصار قتال بين ريكو وزيانورت الشاب. وبعد هزيمة زيانورت الشاب من ريكو، ظهر زيانورت الأصلي العجوز بشكل الأصلي اللي كان موجود في كيندم هارتس بيرث باي سليب. بعدها قال ريكو ميكي أنه رجع عشان يحط 13 من نفسه ضد 7 مقاتلين النور عشان يقدر يصنع الكي بليد. وقرر زيانورت أنه ينقل قلبه إلى سورا عشان يكمل العدد إلى 13. ولكن فجأة جالي ودافع عنه، ولي هو اسم أكسل البشري لما رجع بشر، وحما سورا. وانتهى الوقت المسبوح لزيانورت وقال لهم انه راح تكون المعركة الأخيرة بعد ما يجتمعون 13 ظلام ضد 7 نور. واختفى زيانورت واللي معه. وريكو وميكي ولي رجعوا ليانسيت، لكن سورا ما استيقظ إلى الآن. ويانسيت وضح لريكو انه لازم يدخل في قلب سورا عشان يصحيه، لكن لما دخل ريكو القلب سورا شاف درع فنتوس يحميه وصار يتقاتل ضد الدرع، لكن الدرع تحول لكابوس بسبب الظلام اللي موجود في قلب سورا، وريكو فاز على الدرع وانجح انه انقذ قلب سورا. وبعدها وصل ريكو الى ديستني ايلاند، وهناك قابل ريكسوس وشيون. طبعا ريكو ما يعرف مين هي. وبعدها قابل انسم ذا وايز او ديس، وهنا قال ان سورا هو الشخص الوحيد اللي قدر يرجع لهيئة البشرية من غير انه يضر النوبادي حقينا، وهذا دليل على حبه للناس واصدقائه والعلاقات اللي تربطهم ببعض، ويمكن انه يملك قوة تخليه ترجع القلوب وقلوب الاشخاص المتصلين فيه. وبعدها قال انسم ذا وايز لريكو انه وضع نفسه كداتا داخل قلب سورا عشان يعطي الرسالة هذه. وبعدها ابتسم وقال لريكو تقدر ترجع الحين لانك انقذت سورا وصحيتها لما فزت على الدرع الظلامي. وقبل ما يروح ريكو سأله انسم ذا وايز ايش اسمك يا فتى، وهنا قال لريكو اسمه. وبعدها يانسيت قال لريكو انه نجح في اختبار الكي بليد وصار كي بليد ماستر، لكن سورا فشل وما قدر ينجح بسبب وقوعه في الظلام. وبعدها لي فاجئ الجميع بانه يقدر يحمل كي بليد وانه راح يصير كي بليد ماستر. وبعدها سورا راح لترافيس تاون عشان يقابل دريم ايترز حقينا، المخلوقات اللي ساعدوه في رحلته في عالم الاحلام. وبعدها نشوف يانسيت وريكو وميكي يتكلمون عن 7 مقاتلين من النور اللي هم يقدرون يحتاجونهم عشان يقاتلون 13 الظلام. وهنا استدعى يانسيت المقاتل السابع المجهول وطلعت هي كايري، يعني كايري راح تصير هي كي بليد ماستر معاهم وتهاجم في الحرب القادمة. وهنا تنتهي أحداث كيندم هارتس دريم دروب ديستن. لكن جاء مقطع نروح لكاسل أوبليفيون ونشوف فينتوس هناك محبوس فيه وابتسم لما حس بسورا. وحين نبدأ أحداث كيندم هارتس بريث باي سليب A Fragmentary Passage 0.2. هذه الأحداث نرجع شوي إلى بيرث باي سليب اللي تكلمنا عنها لما أكوا علقت في عالم الظلام. خلال مسيرتها في عالم الظلام تقابلت مع ميكي اللي أيضا نزل في عالم الظلام في أحداث كيندم هارتس 1. بعدين أكوا وميكي صاروا يقتلون بجانب بعض عشان يطلعون من عالم الظلام وتواجهوا مع عاصفة من الهارتلس، لكن أكوا امسكت عاصفة الهارتلس عشان تعطي ميكي المجال أنه يخرج من عالم الظلام. فأكوا انسحبت في العاصفة وراحت لديستني آيلند اللي كانت لسه محبوسة في الظلام. في الوقت هذا نجحت في انها تنقذ العالم وترجع للنور. وميكي لقى ريكو هناك ولقوا البوابة تخرجهم من عالم الظلام، وأكوا ظلت محبوسة فيه إلى الآن. وأخيرا نجي لآخر مقطع شفناه بكيندم هارتس، وهي أن يانسد وميكي وريكو وكايري. وهنا ميكي أخبر ريكو الحقيقة أن لما كانوا في عالم الظلام كانت أكوا هناك تقاتل هارتلس وتفتح لهم المجال أنهم يخرجون من العالم. ريكو عصب وقال ليش ما قلت لي من قبل، لكن ميكي وضح له ان هذا خيار اقوى انها تساعدنا، ولو قلت لك كان علقت في العالم انت معاها، والدخول لعالم الظلام امر مو سهل والخروج منه اصعب، وعشان كذا قرروا يخبون السر الى ان ريكو وسورا يكونون جاهزين للمهمة هذه. لكن بحكم ان ريكو صار الان كي بليد ماستر صارت عندهم القوة الكافية انهم ممكن ينقذون اقوى ويسترجعونها. ومن هنا تبدأ رحلة ريكو وميكي لانقاذ اقوى. يانسيت بعدها استدعى سورا. لما وصل سورا ليانسيت سألوه دونالد وغوفي وين كان، فرد عليهم سورا انه سر. ويانسيت كفل سورا بانه يستعيد قوته اللي خسرها،
بعد احداث كيندم هارتس دريم دروب ديستنس، وعشان يسترجعها لازم يقابل شخص مر في نفس التجربه اللي هو هيركليز. وبعدها سورا ودونالد وغوفي قرروا يروحون لعالم هيركليز ويقابلونه هناك، ومن هنا تبدا احداث كيندم هارتس 3. اتمنى اكون وفيت لكم بهذا الملخص، وسامحوني اذا في اي قصور، لكن صدقا عالم كيندم هارتس زي ما شفتوا معقد وطويل جدا. قدرنا نسوي اللي نقدر عليه نجمع لكم معلومات كلها، انا ودينجو جن ما قصر معي صراحه، اوجه له شكر كبير. وصراحه اتمنى انكم استمتعتوا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ولا تنسون زر اللايك واشتركوا بالقناه، واشوفكم مره ثانيه في كيندم هارتس 3. كان معكم فهد الشيحه، يعطيكم العافيه، مع السلامه.